هذه البناية القديمة وبالتحديد في مكتب الشاعر عبد الرحمن يوسف تعقد الكثير من الاجتماعات، وتأتي الكثير من الشخصيات السياسية المعارضة للمناقشة حول واقع ومستقبل التغيير في مصر. فهذا هو مقر حملتي دعم الدكتور محمد البرابعي رئيسا للجمهورية، ولهذا فإن القائمين على هذه الحملة يرون أن هناك مبررا قويا لكي يتنصت الأمن على اتصالاتهم. جهاز التنصت زرع في سقف الغرفة الخاصة بمنسق حملة دعم البرابعي، وهو موجود منذ فترة كما يقولون، ووجوده في نظرهم يبرر الكثير من الإجراءات التي تمت ضد بعض النشطاء والاختراقات الأمنية التي تعرضت لها أنشطة الحملة. هناك بعض الأشياء التي كانت تحتاج إلى تفسير، معلومات عن أنشطة تصل إلى الأمن قبل أن نعلن عنها. هناك بعض الناشطين الناشطين جدا الذين تمت الوشاية بهم إلى أجهزة الأمن بطريقة مريبة. هناك بعض الناس الذين تضرروا في بعض أنشطتهم التجارية ممن انخرطوا ودعموا الحملة. قانون الطوارئ المصري الذي تم تمديده قبل شهور قليلة يسمح باتخاذ إجراءات خاصة لضمان الأمن، ولكن التنصت على الاتصالات الهاتفية أو الحياة الخاصة للمواطنين بشكل عام يحتاج رغم ذلك إلى إذن من القضاء، ولهذا فإن القريبين من الدولة يشككون في رواية أنصار البرابعي. أنا في جريمة أبلغ النائب العام، أنا ما أبلغش الفضائيات، فدي هي المقصود بها تلميع أكتر منها في واقعة. اتنين، هو النظام المصري كل واحد هيعارض هيحط له تسلط، طب ما انا عندي الاف المعارضين. ولكن ومع هذه التأكيدات فإن الحكومة المصرية لم تخفي أنها تلجأ للتنصت على المواطنين لضمان الأمن، حقيقة أكدها وزير الداخلية قبل 5 سنوات وعاد وزير الاتصالات طارق كامل ليؤكدها العام الماضي، بل إن إحدى شركات المحمول الدولية العاملة في مصر أكدت في فبراير من العام الماضي إن الأمن المصري استخدم شبكتها للتعرف على هويات المشاركين في مظاهرات المحلة عام 2008، ولهذا فإن النشطاء السياسيين في مصر يعتبرون أنهم مراقبون إلى أن يثبت العكس. دينا سمك، الجزيرة، القاهرة.